But هلا اليوم عن الفانكشنز احنا بالبدايه تشابتر 7 بلشنا عن تشابتر 7 مرت عليكم طبعا شو يعني فانكشنز واكيد مرت عليكم الفانكشنز بس الثيوري اوف فانكشنز بجوز ما كنتوا تنتبهوا انه هاي ثيوري اوف فانكشنز وشو يعني فانكشن شو يعني فانكشن؟ اقتران ايش يعني؟ هي عبارة عن علاقة بين المدخلات والمخرجات هي عبارة عن علاقة بين المدخلات والمخرجات في مدخل وفي مخرج وين؟ لحد هون بكفيش بس خلينا نقول شو الفانكشنز اللي بنعرفها قبل هذا المحاضرة زي مثلا انو قالوا مسمينها اسماء فانكشنز ايش هي؟ اكسلبي از فانكشن نعرف اللوغاريتم از فانكشن الكوساين از فانكشن شو كمان؟ غيره بتعرف هذا الشيء الثاني بتعرف انه فاذر اوف از فانكشن فاذر اوف فاذر اوف فايز فلان فاذر اوف محمود از فلان فاذر اوف ها؟ شو فانكشن؟ هلا بنظهرها على الديسكريت فانكشنز هذول تركيزنا على الديسكريت فانكشنز مش على الفانكشنز في هذه المحاضره مع انه لهم الحكي اللي بنقوله بينطبق على اللينيا اللي مش ديسكريت فانكشنز يعني بتعطي خط متواصل بس كمان في اللي بنسميه ديسكريت فانكشن زي مثلا زي فار او يعني بنحط نقطه مش بنرسمش خط بين النقاط هذا تركيز بس الكلام اللي بنقوله بينطبق على كل الفانكشنز هو ما هو الفانكشن؟ قلنا هو علاقه بين شغلتين عنصرين مجموعه العناصر هيك بنقول مثلا فانكشن بين اكس وواي ها فانكشن بين اكس وواي مجموعه اكس ومجموعه واي زي مثلا الاباء والابناء اباء وابناء ايش يعني؟ انه في عندي مجموعه طبعا هذول بغض النظر كلهم اشخاص في عندي مجموعه ومجموعه ها اكس واحد فاضل لنا واي اثنين ثلاثه اكس واحد او هون اكس ثلاثه فاضل او سوري هاي غلط هاي ابناء بالعكس هون صح مش يكون في اثنين اباء اوكي غلطة يعني خلينا نلخص هلا شو عندنا هاي بنسميها الدومين فانكشن كيلو دومين والويش كو دومين المجموعة العناصر اللي في الدومين طبعا لاحظ انه قد تكون هاي الدومين كلها زر مثلا يكون كل العناصر كل الارقام صحيحه او هي برضه زر او ار وزر زر وار اباء وابناء ابناء وابناء معهم فبحط المجموعه بعدين بحط العلاقات بقول هذا الفانكشن اللي بيخلي اللي بنسميه فاضل او فيعني اوف اف اوف اكس ايكوال 1 او سوري هاي الاباء بس انا قلتها بالعكس هاي الاباء هون هاي الابناء مظبوط يعني اكس ابن ل واي ثلاثه واكس ثلاثه ابن برضه لواحد هلا شو اللي بخلي الفانكشن فانكشن؟ طب افرض انه اقول هاي بقدر؟ ليه؟ لانه كل عنصر في المجال لازم يكون صوره له صورة واحدة وين؟ في المدى في الكودومين مش لازم لما أقول فاضل أو محمود بيطلع لي ايش؟ أبوين اثنين ما بسكتش لازم يطلع قد ايه؟ واحد إذا بدك أي حالة بيطلع يا اثنين بتبطل ايش؟ زي مثلا زي مثلا تفضل زي مثلا فريند هوف افرض انه هاي فريند هوف العلاقه هلا
منقول فريد بوخ محمود كيفاش معها؟ تعاقد معها بهاي الحاله فريد بوخ اسمها افانكشن. واضح؟ فالفانكشن لما ندخله كيمي كم كيمي بيطلع؟ واحد. طبعا ممكن ندخل كيمي واحد كيمي ثاني ثالث ورابع ويطلع لنا الاوتبوت يطلع لنا الاوتبوت. لهذا نقول كل عنصر في المادة هو صورة لعنصر او اكثر في المجال. هاي شرط شو هو الفرق. خلينا نقرا التعريف بدقة عشان نصير لغتنا مشتركة ونفهم كيف نقرا التعريف. نقرا التعريف فانكشن. والفانكشن اف هذا طبعا غلط. فرام ست اكس ست هون اكس هاي اكس هي مجموعة. إذا هو فانكشن فرام من مجموعة لمجموعة اكس مجموعة واحد از ريليشن. فهي علاقة بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. بتوين إلمنتس اوف اكس كول انبوت. هذا الانبوت يعني اللي بيطلع من السهم هذا الانبوت اللي هو الدومين. ام إلمنتس اوف واي كول اوتبوت اوف فانكشن. With the probability that each input is related to one and only one as output. كل عنصر في الانبوت related to one في الاوتبوت. يعني ما نقدرش نتعلم اكثر من واحد، بس على فكره هاي ممكن يصير اكثر من واحد بس من اثنين من ثلاثه. The notation طريقه بتاعت رسمها تعبير عنها بنكتبها كالتالي. تبقى كل واحد بعرف فانكشن بكون اف نقطتين فوق بعض من المجموعه. هذا اسم ايش؟ ست اسم الدومين. ها الريت means that if is a function from x to y. x is called the domain of f y is called the domain the codomain of f. هاي مش الريت انتبه. هلا بنوضح هذا بعد شوي، بس هاي كلها سموها الكودر. Given an input element x m x في الـ يعني one input there is a unique output element في له صورة واحدة that is related to x by f. يعني x is related to one واحد بار اف. يعني هذا الشخص related مع هذا الشخص بار فاذر اوف. We say that if since x4 and we write it مرات بنكتبها شايفين كيف؟ ها؟ بنكتب x على الـ هاي تعريف انتبه هاي ايش؟ لما اجي اعمل تعريف الفانكشن بكتب هاي الصيغة. بس مرات وان الين يعني نقول محمود ابوه ايش؟ احمد. الابو هاي بيكتب هو فاذر اوف. ماشي؟ او بنقدر نكتبها مباشره هي the unique element one to which f sets is donated. f of x ام is called donated يعني هاي f of x معاها هاي وهاي ها ام is called f of x او the output يعني مرات بدنا نكتبها y equal f of x. مضبوط؟ مضبوط. The output of f output تبع f for the input x او بنسميها the value of f at x او the image of x under f. The set of all values of f كل ال values بتاعت f together is called the range. هلا شو الفرق بين ال range وال طبعا اختصار هون كديش عنصر في الكودومين؟ أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة.
خمسة. كم عنصر مقدم هنا؟ خمسة. طيب شو هو الرينج هون؟ الرينج اللي هي هام هام خمسة. فالكودومين إيكوال إنه ما واحد ضرب خمسين والرينج إيكوال واحد ضرب خمسة واحد ضرب. فهمت شو بتقول الفرق؟ إذا هم العناصر اللي في الكودومين اللي هم صور لإيش بده. طيب خلينا نسأل شوي. فالرينج اوف ايكوال ايمج اوف اكس اندر اف جيفن ان اليمنت واي ان واي كبيره يعني اليمنت في الكوردون يعني they may exist elements in x with y as their image يعني ممكن يكونوا صوره لاكثر من ايمج من صوره لاكثر من عنصر في الدنيا. فبنقول if x equal y then x is called ايش هي pre-image. x is called the pre-image of y او an inverse image of y. ممكن نسميها x هاي an inverse image of y. the set of all inverse images of y is called the inverse image of y symbolically كذلك. واضح؟ أكيد عرفتوا يعني شو يعني الفانكشن؟ هذا هو الفانكشن. خلينا نعرف هلا نبلش ناخذ لنا كم من كلمة وبس. بس هاي الكوردونيز اللي كانت في شو هو الدومين وشو والكوردونيز في هذا المثال؟ دومين A B C لاحظ كل العام مش ممكن يكون هون ممكن يكون هون عنصر دي ممكن؟ لا بس هون ممكن يكون فإذا فكل العناصر فهي العناصر كلها اللي في X هي الدومين كودومين واحد اثنين ثلاثة أربعة دكتور شرط إنه الدومين يكون له يعني يكون له كل عنصر هو لازم يكون له صورة ممنوع ما يكونوش بس العكس على حسب الاكزامبل يعني لا بشكل عام هذا الدور اللي فيه كرش كمان مره بلخص كل عنصر هون وهي كل عنصر في اكس لازم يطلع من الخط يعني لازم يكون له صوره من الكوادر وصوره واحده ها بس مش شرط اللي هون يكون صوره لشيء يعني الواحد هو موجود بس مش مستعمل واضح؟ طيب شو هو اف اوف ايه؟ اثنين واف اوف بي؟ اربعه واف اوف سي؟ اثنين طيب شو هو الرينج اوف اف؟ اثنين واربعه هل سي از ان انفرس ايمج اوف تو؟ لا سي از ان انفرس ايمج اوف تو Is B an inverse image of 3? Find the inverse image of 2. Man, the best inverse image of man. A. C. 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 والأربعة. B. والواحد. B. Representative as a set of ordered bits. A. B. C. هذا كيف عرفتوا كيف بكتبهم؟ ها انا مجموعة ها كم؟ مع مع اثنين والبي مع الأربعة والبي مع الأربعة الترتيب مش مهم بس مش مهم الترتيب لا مش مهم هي مجموعة سي ايش؟ مع اثنين الترتيب ضمن المجموعة كلها مش مهم بس الترتيب هون ضروري فعلى ذكر هاي خير هاي لم فاضل اوف لو انه فاضل اوف شو بيطلعوا منها؟ هذول كل واحدة من هذول هي علاقة أبوي معينة بين شخصين صح؟ صحيح في أبوي ضروري تعرفوا هاي المدعية اللي بقولوا هسه كثير لو اف هون فاضل اوف حطينا وعندنا خلينا
انه ناخذ عيله معينه عشان نخش بالعالم، عيله معينه. فلما احط هذول شو يعني؟ شو بيمثل شو بحط هو؟ بقول محمود ابو حمدان مع برضه سوري محمود ابن حمدان واحمد ابن حمدان وحمدان ابن بجوز فلان وهذا مثلا بس هذا شو بصير المجموعه؟ هي علاقات الابوه او البنوه بين اشخاص كل واحد منهم بتمثل علاقه بالواقع واضح؟ which are functions which are normal functions؟ الأولى هذا نشوف نوع معين من الفانكشنز ترى هذا الفانكشن رهيب هذا الفانكشن بنسميه الايدنتيتي فانكشن شو يعني الايدنتيتي فانكشن؟ هو الفانكشن اللي اذا دخلت له انبوت بيطلع لك نفسه ها؟ زي مثلا انه شيء هذا كلمة مطلقة إذا ما مش مفهوم وهاي جلد التربيع مع إلى إلمنت تربيعه بيطلع نفس اللي فوق هذا بسميه ايدنتيتي فانكشن بس أنا بدي أجيب لكم أمثلة بالواقع أمثلة بالواقع ايدنتيتي فانكشن ماشي عارفين ايش؟ رقم الهوية تسمعوا رقم الهوية هلا رقم الهوية بتدخله شو بيطلع؟ لا على فكرة شو مدخلين؟ رقم معين شو طلعت؟ ما طلعتش شيء ملموس نو ما طلعت معلومات بس انت عارف هي مش معلومات طلعت شخص معين يعني اشي بيمثل شخص معين صح؟ هذا هيك لو بحاجة جمع كبير زيت عن اسمك اي على خلال رقم هويتك دخل رقم الهوية بطلع اسمي بطلع ملف شخص او بطلع شخص معين طب لو استعمل رقم الطالب هذول بنسميهم ايدنتيتي فانكشنز ناخذ منهم بعدين طريقه مفصله شو رايكم بهاي؟ لو عندي فانكشن اسمه اف فانكشن اسمه ايش؟ جي جي اسمع من ار لالف ديفاين ا نيو فانكشن لو طبعا اف طبعا لما اقول اف مش هي اف سوري اف اوف اكس مظبوط؟ مش هاي ترجع بيني؟ ترجع بيني هلا والجي اوف اكس مش برضه ترجع بيني؟ ترجع بيني لو جمعنا هذول الكلمتين اللي بترجع لي طلع العلاقة طلع العلاقة اف زائد الجي والجي زائد اللي بتتفق بتتفق بيطلع دائما نفس يعني لو جمعت النتيجة هاي مع النتيجة هاي أو هذيك النتيجة مع هاي النتيجة فطبعا هذا اللي بتذكر بجوز انتوا يعني شو تريد يا استاذ بس اللي بتذكر لازم ان انا مش طيب سوري انا غلطت على فكره انا كنت اشرح ايدنتيتي فانكشنز والايكواليتي فانكشنز نعم الايكواليتي فانكشن سوري الايكواليتي فانكشن انه ايش؟ انه عندي فانكشن وفانكشن النتيجه تبعتهم دائما ايش؟ ايكوال نسميهم هاي بنسميه ايكواليتي بين الفانكشنز ها؟ طيب
نيجي نسحب الكلمة دكتور مثال تقول أنا ما مشيتش معايا في السلايدز مثال من قبل علي وي إنه المثال اللي قبله ها صديق المثال اللي هو ورديتك انه فانكشن ايكوال فانكشن والمثال اللي هون فاش ورديتك انه فانكشن ايكوال فانكشن ها واضح ها هلا نيجي نحكي عن الايدنتيتي فانكشن كنا الايدنتيتي فانكشن هو الفانكشن اللي ايش دائما بيرجع الانبوت والاوتبوت نفسه ومثال عليه ايش مثال عليه اللي هو ابدا زي استعمل رقم الهويه ولا استعمل رقم الطارئ كفانكشن عشان ارجع ملف الطارئ بس معه الانبوت والاوتبوت بيختلفوا ولا لا انت بتدخل شيء بس مع الانبوت مش نفس بس مثال مثال بيظبط عليه هو اسم الشخص وكنيته في النهايه نفس الشيء لا لا لما كنية الشخص كنية الشخص اسم ممكن كنية مش حكينا في الست ثيوري اذا الاكس اليوني هي على فكرة اوكي بجوز عندك اكثر ماشي بس سر الموضوع اليونيت يعني بجوز لو واحد كان ابو استاذ ما بقدرش استخدم اسم الجامعة الفلسطينية انا هذول السياق تبع الجامعة زين وانت اذا بتستعمل اسم الكنية ولا الاسم إذا المجال مقصور في شيء تكرار يعني كان محمد الأكثر في ناس مرات كثير فمعناته تبطل تقول تد لما تقول وين محمد تعان بيجوا اثنين بس تبطل هو في محمد حسب اليوني حسب فرادي طيب هذا بنطلع على هذه السيكونس أنا ما بقدر أعمل فانكشن وين انا هين شو اقول شو الفانكشن ها ان دي وان ما بيصحى عنده هو ان هي هو هيك ممكن انه انزل مظبوط طيب بس فاذا بدنا نعرف من وين لوين فهي اذا كانت هيك مش انا اخذ لازم اعطيها من صفر لا من الصفر من بلشت انا لا الري وان لما تفضل تساوي 6
نفس الموضوع. استاذ يمكن تختلف زد نون نيجاتيف عن زد بلس. يعني احنا بنحكي زد نون نيجاتيف مش زد بلس. انا قصدي هون زد نون نيجاتيف وان شرط انها اكبر او تساوي صفر. هذا هو لما تيجي هون انا ليش انا صرت افكر بصوت عالي؟ هذا هو تعريف الفانكشن. بس هذا التعريف الاساسي انت بتعدل بتقول انا عندي علاقه بين هان وهان هيك بتعرف شو الدومين شو الكودومين تحط شروطك بعدين بتدخل بتعرف شو هذا فهمت علي انك بتعرف فانكشن اوعى بتعرف الفانكشن فقط بهيك بعدين عرفت لو انا حطيت هاي زين تعرف بتطلع الفانكشن ايش؟ غلط او هاي ما بعرفش المهم انه اي تغيير ممكن يؤدي الى انه اللي بحكي عنه يبطل فانكشن اصلا هلا نشوف ايش هاي نشوف نرسم لو عندي اف من وين ببلش في عندي مجموعه شو فيها مجموعه A B C مجموعة مجموعة A B C هذا شو الدومين؟ دومين مش A B C لا الباور للباور تحت ال A B C اللي هي
صح؟ داخل السبرنت ثلاث عدد والعدد والجيل اللي بدك تطلعه والعدد اللي برجعه هو عدد الايس اللي رجع الاستبرنت مظبوط؟ نشوف هاي اللوغاريتمز لوج دي هاي اللي بنسميها اساس دي ها لوج دي اساس دي اكس لوج الاكس للاساس دي بتساوي 1 طبعا هاي معناها انه بي هو واي ايكوال اكس مظبوط طيب هذا مثال يعني محلول جاهز لوج الثلاث لوك الديس على الاساس ثلاثة ها؟ ايكوال تو اللي هي ثلاثة مهم انه هاي كيف تشوفها؟ كيف تشوفها ايش؟ ك فانكشن هذا هو البرنامج مش شيء اسمه لوك لوك الموس الاساس الثاني ايكوال ناقص واحد لوك الواحد من الاساس 10 ايكوال 0 لوج الاثنين هو ان من الاساس 2 بيساوي ام هاي لو بدك انت تشوف اللوغاريتمز كا فانكشنز واضح؟ نقطة انه البوليان فانكشن هل نقدر نشوف يا شباب الظروف الثابتة فانكشن؟ ليه؟ شو الانبوت وشو هو؟ الار طلعوا شو هاي بنسميها هاي نوع من الفانكشنز بنسميها ايش يا محمد؟ بوليان فانكشنز ليه؟ الانبوت من شو كيف كلبه؟ يا في واحد بس او كلمتين او تروك فورس او كلمتين فاي شيء بتدخل له اياه اه كل شيء بتدخل له اياه بيوديه على يا صفر يا هذا تعريف البوليان فانكشن فبنقول ان ان يعني ان بليس بوليان فانكشن اف از ا فانكشن هوز دومين از ذا سيت اوف اول اوردر ان توبلز ها هذا الانبوت تبعه ان هوز كود دومين از الكود دومين بيكون الصفر والواحد واضح خلينا هلا نشوف نقطة صغيرة يا مرات برا هاي ضروري تستوعبوها مرات بكتب لكم فانكشن بس 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 هو بيطلع مش فانكشن مش بس فانكشن هل هذا اللي قدامكم فانكشن؟ لا ليه؟ هلا ما في مش معروف طبعا اول شيء هذا الفانكشن شو الدومين تبعه؟ مجموعة الأعداد الريشن والأوتبوت مجموعة الأعداد الانتجرز حسابيا لما ندخله إم على إم شو بطلع عندنا دائما؟ إم هل هذا فانكشن؟ طبعا صرت إن مش مش هل هذا فانكشن؟ أنا بدي أسأل أنا بدي أختار حدا فانكشن ها جرب اغلب فانكشن ها مش فانكشن ليه؟ لانه ما بيطلع لما ندخل ريشنال هم رقمين رح يكونوا ريشنال ما رح يطلعوا ما بدي اجرب Yeah.
2 على 30 و4 على 6 برضه 4 على 6 30 2 4 على 4 شوي شوي كمل فايز فايز نفس العنصر عنده نفس الشرط اعطانا 2 4 اعطانا 3 هذا مش فانش تسويت العكس هلا دخلت له نفس العنصر بس بشكل ايه بس هو نفس العنصر 2 على 3 هي نفسها 4 على 6 شو طلع لي؟ طلع لي قدمين ارتفاع وبالتالي هذا اصلا مش أنا أخوي واحد برادر أو هذا بتكتبها بهذا
parent law is بالانجليزي parent law. بتعرفين؟ طيب mother law؟ طيب sister law؟ إلا says parent law. رقم الهوية رقم الهوية طيب رقم جوالي بحط رقم جوالي شو بطلع؟ ممكن يكون رقم جوال شخصي لا لا شو والله ما بعد عليه ثانية شخصي رقمي كيف؟ يعني سجل رقم الجوال لشخص ايه؟ لشخص واحد ولا شخصين؟ يعني فهمت شيء؟ طلع حسب السياق حسب شو الموضوع عشان ما تتخرج شو الشباب صاروا كبر كبر الميكروفون زين حسب شو المنصوب حسب الرولز اللي نحدد فيه يعني هذا هي الاسئله بدك تبكي انت عشان تكرر هذا الشيء فاهم شيء ما مش فاهم شيء بدك تبكي عارف الواقع والقوانين في الامتحان ما نحطش اشياء مبهمه جدا جدا اليونيفرس تبع واضح؟ الدومين تبع الفانكشن لازم يكون محدد يعني شو معناه اه دومين طيب ليش نحدد الدومين بالضبط؟ في اي سؤال؟ عرفتوا شو الفانكشنز اكيد هاي هي ثيوري اوف فانكشنز صح؟ عندكم Thank you.